السلام الله عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات سباق الخيول ليوم الغد. الكانتي ديالنا اللي غادي يكون في الأونغان، أونغان تري سبارتون. الكورسة غتكون في المسافة ديال 2875، وكذلك 2900، ويكون فيها معظم الخيول في الدوزيام بوطو ما عدا ان دو تروا كات. ان دو تروا كات، ان دو تروا كات. انتوني باغيي غير كمل لنا على الخيول ديال ماغي، وجوستيس غير كمل العود ديال العائله ديالو. جينيو غويبا غادي يرجع الديفيراس ديال كاتربي، ولكن واخا هكاك هذا عود رونتري، ولكن لا يعني انه ربما عاود غيرجع الديفيراج، او لا ربما غيدي فيرا كاتربي لاول مره. هذا ولد سينغالو، سينغالو ديال لويس بودوان او لا لويس بودرون، شوفار دو مونتي. عاود لي غيدي فيرا لينا كاتربي لاول مره، دارنا البدايه ديالو في نانت، اول مره غادي يجري الديفيرا كاتربي ضرب في الراس. المشكل ديال هاد العود تيقول لك سيدي من 2024 في شهر 6 ما جراش لينا، ولكن اخوتي عنده البروميير بوطو، عنده الديفيراج ديال الكاتربي. ممكن هاد العود يكون اون فور، ممكن يكون هاد العود اون فور. العود يعني فراس مالو 10 سنين، يلا كي عنده 122000 اورو. تيبقى الخوت مفاجئ الاخوان، يعني ممكن تديروا منه اتونسيون. وعندنا هاليس شو رقم 4، ايريك رافان لوبوك غيكون هو البلوريش ديال البروميير بوطو، هو من بين ابرز الخيول المرشحه غدا فافوري ديال لاكورس. كاين هالينسيو الخمسه الاخوان، هذا فان بيرغين لا كازاك الخضر على ما اظن، سبيسياليست في الانغاد لونترينور هذا، هاد الفونسو فان بيرغين سبيسياليست خيول ديالو في الانغاد، ولو انه واخا ما يكون معمرو ما دار الانغاد، عنده الانغاد يعني، ولكن سبيسياليست الاخوان هاد العود، ماشي هو وانما المدرب ديالو. كاع الخيول ديالو كتكون 90% كتضرب في العريبي. جيني دي بواترون رقم 6 غير كبلي غراسي، كاين اكويجيلو هذا عود ديال مرسي لوسي لوسي فرانك نيفار، كاين جوي اليز مع اليسيو دييغو اللي غيدي فيرا عاوتاني، يرجع دي فيرا هذا ما عندوش المشكل هذا العود بالديفيراج. كاين جولدن مي جاك، ربما الويت كان خسر لينا مع تريز في الكوارتي بلوس على ما اظن. هاليسيو دييغو كان مروندين بجوج، وكان جا هو تروازيام فيري، فيري كان ضن في لافال وقيل على ما اظن في لافال، وكان ربح لينا تريز اللي كان ضرب الكانيون ديالو، كان كوارتي بليس، كان كوارتي جياني نابيلا كان دار دوزيام، هو كان ضرب الكانيون ديالو. هنا غير رجع الديفيراج، وكانوا في بوتو ايغار، كانوا في بوتو ايغار. العود اللي كان خسر معاهم هو الايكويتيرو، كان مشى عليه في موكلا، وكان مشى من الخيول ديال 140. اي كلهم في الريكيل، يعني كاين البياج الاخوان. وعندنا الويت قلنا، والجوردون ميجاك رقم 9، والكريس ديال تيسمولت، وهوليو دي بوا، والهاندي بوربون، هاندي بوربون لا فاميل ديال بوربون، هذا عاود كان ديال سيباستيان غاغاتو بوربون، وكان ولا ديال بروفوست جون شارلي بيتون، عاود اللي ما جراش لينا بزاف. هذا العاود كان من احسن الخيول، كانوا كيتوقعوا منه يكون مزيان هذا العاود، ولكن ربما توقفات وبزاف العوامل باعوه. العصابه هنا الاخوان، فافوري الويت تريز كات، ويت تريز كات، كاينه 10 11 9 2 اس هيغو دو ميزاك رقم 1. وعندنا لي زوت سايدر الاخوان، غيكون عندنا 5 و 3 و 6 و 7، الديليسي 12 هاندي بوربون،
بالنسبة للديرنيير مينيت غيكون عندنا لو ان لي بلي رابيد سور لو باركور، شكون غادي يكون واش الثمانية واش الخمسة؟ هالي نسيو غيكون هو البلي رابيد. علاش قلت انا هاد لونترينور راه سبيسياليست في هاد التيران هادي. وكان عنده ايباليو اللي دار لينا تروازيام على ما اظن في الباري فانسن بالجمعة الاخرى من غير هاد الجمعة هادي على 12، وكانت ضربات إيلايا ديال سيبيلين رايموند على 10، الكاميون اللي ما بقيتش عاقل عليه شكون هو اللي كان ربح. ما عليناش الخوت. بالنسبة الباسي ديال لاكوست كانت جات فيه 13 11 14 7 8 كلشي، ثلاثة دخيل في الدوزيام بوطو، وكذلك جينيور كويبا كان دار لينا تروازيام مع الامبريك اورانج اوتسايدر ديال لاكورس 25 50. يا المهم اخوتي ما نطولش عليكم، راني قبيله وانا كنخدموا هاد الكانتي ديال اليوم ديال العشيه، وكان كادو فيه وختامي كتسكرينيو فينا هو الكانتي ديالنا. واش هو هذا؟ هذا ديال اليوم، هذا ديال اليوم في العشيه، هذا اليوم في العشيه غادي يكون لحد الساعة 5 و6 و1. المهم اخوتي هذا ديال رينيو اكو سويت اليوم، رينيو اكو سويت 7 9 1 سو نيميرو 7 2 1 سو نيميرو، وهذا هو ديالنا الاخوان. المهم اخوتي لو فافوري هو رقم 13، والباتخ لو فافوري هو رقم 8، والباساج اوبليجي هو الكات والطريز. انت ولا انت، اما كاتويت اما تريز بوحدو. تريز كيقول لك تعيط على الاونز وكيعيط على العشرة، ايوا. وكاتويت ربما غتعيط على واحد خمسة، واحد خمسة جوج يعود تما فيهم، ايوا. نون سيتي هو السبعة وثلاثة، هو السبعة وثلاثة. نيفار غيركب لينا العود ديال لوسيي، ممكن يتأدبط مع هذاك العود، واخا هو فوتيف الاخوان، راه فوتيف بزاف بزاف بزاف، ولكن راه من الخيول اللي ما كانت كتب شي جران فافوري، راه مشى في الجران ناسيونال دو تروف، جران فافوري ديال لاكوس. مي مع 13 عاود باما يقدر يحكمها في داك الكاتيجوري، يقدر يحكمها. علاش لا داك السبع يكون هو البونيس طروا مع فرانك نيفار؟ هادشي اللي كاين خوتي، كاين شويه ديال التمارا كنقادو في اللي كانتيات ديال العشيه، وهادي داكشي اللي ما كيبقاش عندي الوقت في اللوح ونسجل. هذا ما كانوا اللي بغا يتابونا معنا اخوتي، كاين تمام معقول غدا الاثنين، مرحبا بكم. اسبوع موفق بحول الله. رقم الهاتف 06 06 31 90 26. تحياتي لكم، مع السلامه.